السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا عن دعاء ختم القرآن الكريم. القرآن الكريم هو كتاب الله المنزل على نبيه الخاتم، خاتم الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم معجزة الإسلام الخالدة، المتعبد بتلاوته، المحفوظ من التحريف والتبديل. وربنا يقول عنه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأمرنا بأن نقرأه وأن نرتله وأن نحسن تلاوته، فقال جل جلاله: ورتل القرآن ترتيلا. تلاوة القرآن تشرح القلوب وترضي الرب، هو شفاء للأرواح، يمنعها الراحة النفسية، ويمنح القلوب الطمأنينة العميقة والسكينة. فربنا عز وجل يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. من واجب المسلم الحرص على أن يتلوه بصوت جميل، وأن يتقن أحكامه وقراءته كاملة. قراءة القرآن تعطي بكل حرف من حروفها حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، فهو يرفع درجة العبد عند الله تعالى، ويجعله يوم القيامة مع الكرام البررة. ففي الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة البررة، ومثل الذي يقرأه وهو يتعاهده وهو عليه شديد، فله أجران. فالكل رابح، والكل يأخذ الجائزة، والكل يأخذ الأجر الكثير. تلاوة القرآن الكريم تعد سببا لنزول الملائكة الكرام واجتماعهم حول تلاوة آياته. لهذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين بقراءة القرآن وحفظه كي تغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة. وختم القرآن الكريم من الأعمال التي تشفع في العبد يوم القيامة وتدخله في رحمة الله عز وجل. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. والذي يهمنا من خلال حلقة هذا اليوم هو الدعاء بعد ختم القرآن الكريم، فإنه مستجاب. من مواطن استجابة الدعاء أن الإنسان لما يختم تلاوة 60 حزبا من كلام الله عز وجل، إذا دعا وذكر ما شاء في قلبه ونفسه ورفع أكف الضراعة إلى باريه، فإن الله تعالى جل علاه يستجيب له. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن وسلوا الله به قبل أن يأتي قوم يقرؤون القرآن فيسألون به الناس.
سيأتي زباد الناس يقرؤون القرآن يتسولون به يطلبون العطاء من الناس. فكان صلى الله عليه وسلم يخوفنا من هذه المحطة ويأمرنا بأن نقرأ القرآن ونسأل به الله جل جلاله وحده. الله هو المعطي، الله هو الغني، الله هو الكريم. أما من يتكفف ويتسول الخلق بالقرآن فإن الله يغضب عليه. وأسباب الدعاء في ختم القرآن يكون في نهاية التلاوة، لأنه نعمة عظيمة أنعم بها الله تعالى للعبد. فربنا إذا وفقك وأنهيت تلاوة كتابه العزيز وأكملته فإنك أنت الموفق، لأن هذا يعد من العمل الصالح المبارك المحبوب عند الله. لهذا يدعو العبد المؤمن ربه أن ينفعه بهدي كتابه وأن يجعله من أهله وأن يعينه على ذكره وشكره وأن يصلح قلبه وعمله. قدوتنا وأسوتنا في ذلك هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. كان يجمع أهل بيته بعد ختمه للقرآن ويدعو المولى عز وجل، يدعوه بأدعية جامعة. ففي الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنه كان يجمع صلى الله عليه وسلم أهله عند ختم القرآن ويدعو المولى جل علا. ومن أشهر الأدعية التي كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يختم بها القرآن الكريم كان يقول لا إله إلا هو المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. كذا يقول هذا الكلام الجميل في الدعاء، يطلب من الله عز وجل الرحمة والمغفرة والرضوان. وكان يقول اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل تأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار.
الله بأبيد يا رب. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يختم القرآن الكريم يقول مثل هذه الأدعية، كان يجمع أهل بيته وكان يتبرك بالدعاء حتى ينالهم نصيب من الأجر والثواب. أحبابنا في الله، ونحن نتكلم عن الدعاء، دعاء الختم، ختم القرآن الكريم، نلاحظ أنه في عدد من المصاحف التي بين أيدينا نجد فيها دعاء ختم القرآن الكريم، دعاء يقال له دعاء الختم. والذي قد لا يعرفه الكثير منا أن هذا الدعاء هو منه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه من وضعه بعض العلماء والفقهاء والصلحاء، من بينهم الإمام ابن تيمية وابن قيم الجوزية، وهو مستنبط من عموم أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. فتعالوا بنا أيها الأحباب الكرام، نسأل الله أن يوفقنا لختم القرآن الكريم مرات عديدة، ويوفقنا لكي نقول هذا الدعاء حتى يتقبل منا جل جلاله هذا العمل الصالح. فبعد الختم ماذا علينا أن نقول؟ نقول صدق الله العظيم، صدق الله العظيم الذي لا إله إلا هو، المتوحد بالجلال وبكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وصدق رسوله الكريم الذي أرسله إلى الثقلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صدق الله العظيم التواب، صدق الله الغفور الوهاب، الذي خضعت لعظمته الرقاب ودلت لجبروته الصعاب ولادت لقدرته الشدائد الصلاب، رب الأرباب، مسبب الأسباب، خالق عباده من تراب، منزل الكتاب، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو، عليه توكلنا وإليه مآب. صدق من لم يزل جليلا، صدق من حسبنا به كفيلا، صدق من اتخذناه وكيلا، صدق الهادي إليه سبيلا، صدق الله ومن أصدق من الله قيلا، صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، صدق الله الذي لا إله إلا هو، الرحمن الرحيم، الحي القيوم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا من الشاهدين، ولما أوجب وألزم غير جاحدين، والحمد لله رب العالمين، وصلواته وسلامه على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه التابعين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد على من أنعمت به علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة،
حيث أنزلت علينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أفضل شرائع دينك وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس وهديتنا لمعالم دينك لك الحمد على ما يسرته من صيام رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وصائقنا ودليلنا إليك وإلى جنات النعيم اللهم يا رب العالمين وذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم واجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته اللهم واجعلنا ممن يقيم حدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين اللهم واجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا يا الله يا الله اللهم وألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وادفع بنا به النقم واجعلنا عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين اللهم يا ربنا وانفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وبينت برهانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما محكم البيان ظاهر البرهان محروسا من الزيادة والنقصان لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم فأوجب لنا به الشرف المزيد ووفقنا جميعا للعمل الصالح الرشيد واجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين وإلى خطابه مستمعين وإلى أوامره ونواهيه خاضعين وعند ختمه من الفائزين ولتوابه حائزين ولك في جميع شهورنا ذاكرين ولك في جميع أمورنا راجين اللهم يا رب العالمين
اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم وما قسمت في هذه الليلة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزلت فيه من سوء وبلاء وشر وداء فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم واجعلنا ممن دعاك فأجبته، وممن تضرع إليك فرحمته، وممن سألك فأعطيته، وتوكل عليك فكفيته، وإلى حلول دارك دار السلام أديته. يا جواد جد علينا، يا جواد جد علينا، وعاملنا بما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم إليك قصدنا وبحاجتنا، وبك أنزلنا فقرنا، وإنا برحمتك أوثق منا بعلمنا، وإن رحمتك أوسع من ذنوبنا، فلا تخيب رجاءنا. يا من عدت له الوجوه لعظمته، يا من يقول للشيء كن فيكون، يا رب العالمين. اللهم وفرج هم المهمومين، ونفس الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف جميع مرضى المسلمين. اللهم واغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إنهم أصبحوا مرتهنين في تلك الحفر المظلمة، لا يستطيعون زيادة من الحسنات ولا نقصا من السيئات، فجازهم بما عملوا من الحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد من الآمنين. وانقلهم اللهم من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود. وارحمنا يا ربنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم من لنا إذا غسلنا أهلنا، ومن لنا إذا كفنونا، وعلى الأكتاف حملونا، وفي القبور تركونا، إلى منكر ونكير يسألونا، لا منجي عندها سواك، لا رحمن عندها سواك، لا رحيم عندها سواك. نسألك اللهم في هذه الساعة بوجهك الكريم، نسألك يا الله أن تجيرنا من النار. اللهم أجرنا من النار، وحرم أبداننا من النار، وحرمنا على النار برحمتك يا عزيز يا غفار، واحشرنا تحت لواء سيد المرسلين سيدنا محمد
محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله نور على نور، الحمد لله الذي خلق النور، وكلم موسى على جبل الطور، وخلق الظلمات والنور. الحمد لله الذي رفع علم الحق فأعلاه، وأزهق الباطل فدحاه، وخلق الإنسان فسواه، وهيأ طعامه وسقياه، وشق سمعه وبصره ثم غذاه. الحمد لله الذي دلل بالموت رقاب الجبابرة، وأنهى بالموت آمال القياصرة، فدق لهم بالموت من سعة القصور إلى ضيق القبور، ومن ضياء المهود إلى ظلمة اللحود. سبحانك سبحانك سبحان الله سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. اللهم اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، واصرف عنا شر وسوء ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا مولودا إلا أصلحته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسجونا إلا سرحته، ولا مسافرا إلا سالما غانما رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إلهنا، خالقنا، رازقنا، بارئنا، إلهنا، حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك، فلا تبعدنا عن جنابك، فإذا أبعدتنا فلا حول لنا ولا قوة إلا بك. لا رب لنا سواك فندعوه، ولا مالك لنا غيرك فنرجوه. إلهنا، من نقصد وأنت المقصود، ومن نتوجه إليه غيرك وأنت صاحب الكرم والجود، ومن ذا الذي نسأله وأنت الرب المعبود. يا من عليه يتوكل المتوكلون، وإليه يلجأ الخائفون، وبكرمه وجميل عوائده يتعلق الراجعون. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك أن تجعل خير أعمارنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا وأسعدها يوم لقاك يا رب العالمين. إلهنا، هل في الوجود رب سواك فيدعى، أم من في الملأ إله غيرك فيرجى، أم هل من حاكم غيرك فترفع إليه الشكوى؟ إلى من نشتكي وأنت العليم القادر؟ إلى من نلتجئ وأنت الكريم الساتر؟ أم بمن نستنصر وأنت المولى النصير؟ بمن نستغيث وأنت المولى القاهر؟ من ذا الذي يجبر كسرنا وأنت للقلوب جابر؟ من ذا الذي يغفر ذنوبنا وأنت الرحيم الغافر؟
يا من هو عالم بالسرائر والضمائر، يا من هو الأول والآخر، يا ملجأ القاصدين، يا حبيب المحبين، يا أنيس المنقطعين، يا جليس الذاكرين، يا من هو عند قلوب المنكسرين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا من لا تبرمه ألسنة السائلين، يا رحمن الدنيا والآخرة، يا أرحم الراحمين، نسألك أن تجعلنا من حزبك المفلحين، وأن تنجينا من النار يا منجي المؤمنين، وأن تدخلنا جنات النعيم. اللهم يا رب العالمين، إليك قصدنا بحاجتنا، وبك أنزلنا فقرنا، وإنا برحمتك أوثق منا بعلمنا، وإن رحمتك أوسع من ذنوبنا، فلا تخيب رجاءنا، يا من عدت الوجوه لعظمته، يا من يقول للشيء كن فيكون، يا الله واجعلنا ممن دعاك فأجبته، وممن تضرع إليك فرحمته، وممن سألك فأعطيته، وتوكل عليك فكفيته، وإلى حلول دارك دار السلام أدنيته. يا جواد جد علينا، يا جواد جد علينا، يا كريم أكرمنا، يا حنان من علينا، وعاملنا بما أنت أهله، إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. إلهنا، ما أحلمك على من عصاك، وما أقربك ممن دعاك، وما أعطفك على من سألك، وما أرفأك بمن أملك. من ذا الذي سألك فحرمته، أو لجأ إليك فأسلمته، أو هرب إليك فطردته؟ سبحانك لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. إلهنا، وجهك أعظم الوجوه، وعطيتك أكرم العطايا وأهنئها، تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر، تكشف الضر وتشفي السقيم، وتغفر الذنب العظيم، وتقبل التوبة عن المسيئين، ولا يجزي بآلائك أحد. أنت الله، لا إله إلا أنت، أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأجود من سئل. أنت الملك لا شريك لك، والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك. أقرب شهيد وأدنى حفيد، حلت دون النفوس، وأخوت بالنواصي، وكتبت الآثار، ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية، الخلق خلقك، والعباد عبادك، وأنت الرؤوف الرحيم، وأنت الغفور الرحيم. نسألك اللهم علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. نسألك اللهم القصد في الفقر والغنى، وكلمة الحق في الغضب والرضا. نسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع. زيننا يا مولانا بزينة الإيمان، واغفر لنا ما سلف وكان، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم لك أسلمنا،
وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم واصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا وقفنا هذا الموقف العظيم عند ختم كتابك الكريم، نسألك يا الله يا ذا الفضل المبين يا جبار السماوات والأرض عتق رقابنا من النيران، وأن تحفظنا من عذاب القبر، وأن تدخلنا الجنة بلا حساب ولا عقاب، وأن ترينا وجهك الكريم في الجنة. اللهم وأرنا وجهك الكريم في الجنة، لا تحرمنا من الجنان، لا تطردنا من الجنان، لا تحجبنا عن الجنان، واجمعنا برسولك ونبيك وصفيك سيدنا محمد في الفردوس الدوس الأعلى. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، نسألك مسألة المساكين، نبتهل إليك ابتغال الأذلاء، من خضعت لك رقابهم وذلت لك جباههم، هب لنا ساعة توبة، هب لنا ساعة قبول، هب لنا ساعة رضا. اللهم ارضنا وارض عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع أقاربنا ولمن أوصانا بالدعاء ومن أوصيناه بالدعاء ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك. اللهم اغفر لنا ولهم، اللهم ارحمنا وإياهم، واكتب لنا ولهم التوفيق، ويسر لنا كل الأمور. اللهم وأمننا في أوطاننا، واصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.